انظروا هذا اولا قريب جدا لخامنئي مرشد الثوره، ثم اصيب هذا يقول انا عابد الحيدر، وطبعا هذا بين الثقافه الشيعيه عادي جدا، وهم عباد علي وليسوا عباد الله تعالى حقا. وثم اصيب بسرطان في الحنجره ومات، ولكن انظروا ماذا يقول. يقول انا عابد الحيدر. ارفع الصوت للاخر. انت طريقك طريق المستقيم. نعم. امك زهراء رحمن الرحيم. زينب مالك يوم الدين. ان لم يكن هذا عباده البشر وخروج من المله باتفاق الامه، فما هي الكفر اذا؟ فما هو الكفر اذا؟ زينب مالك يوم الدين، هذه هي اساس التشيع في الاصل الحديث الذي يخفيها علماء الشيعه من عامه الشيعه ومن عامه المسلمين، اما في حسينياتهم يقولون ذلك. زينب مالك يوم الدين، واياك نعبد واياك نستعين يا زينب. مهدي مالك الارض. هذه كل نهب صفات الله تعالى والباسها للاموات الذين لا خبر لهم من الدنيا. لا محمد الا علي. لا إله إلا زهراء. هل رأيتم عالما شيعيا واحدا، مرجعا شيعيا واحدا استنكر هذا كما يستنكرون لعلماء السنة ليلا ونهارا؟ لا إله إلا زهراء. إن لم يكن هذا كفر، ما هو الكفر؟ هذا هو ذنب الوهابية، هذا هو ذنب السنة، لأنهم يحملون عقيدة التوحيد، يحملون يرشدون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، لكن من خلال هذه الترهات وخلال هذه الكفريات يوقدون النار بين المسلمين، يفرقون المسلمين ثم يفرقون جيوب الشيعة. يا حيدر أنت خالق الأرض والسماء. هؤلاء عباد علي، والعلي بريء منهم ومن أمثالهم. وما عندنا ملجأ إلا أنت يا علي، ما عندنا غاز ونستغيث به إلا أنت يا علي، ما عندنا كهف نلتجئ له إلا أنت يا علي. لا تخيب عبيدك اللي جايينك، لا ترد عبيدك يا علي. وهذه الأفكار الرائجة في الحوزة، في الحوزات، في قوم وفي نجف، وهذا الذي يجعلهم أن يكونون أداة لكل مستعمر غازي. أنت الرازق كل ما سواك يا حيدر. يا حيدر أنت عبد الله وأنت الله. إن لم يكن هذا كفر، هل في نهج البلاغ يوجد كلمة واحدة من هذا؟ هل هؤلاء الشيعة؟ هؤلاء الزنادقة باطنية، ليس لهم دين، ولذا في الدولة الفاطمية كان يصب فيها الأنبياء علنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا يا شيعة العالم استيقظوا، في استيقاظكم هدم لهؤلاء ونجاة لكم، ويا سنة العالم استيقظوا، وإلا ستكونون على محب الريح. Hey!
هیدر خالق ارض و سمایی، هیدر هیدر روزی ده ما سبایی، هیدر هیدر عبد خدا و خدایی، خدایی خدایی. الرحیم راهی تو هست صراط الحل مستقیم، در زهرا رحمان است و رحیم، مالک یوم الدین زینب تو، مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ایاک نستعین. بحثایی که حسین اللهی و لا اله الا فاطمی نیم و الا عقیده هیچ کدوم از ما ها اینجوری نیم. از ته دلم میگم آقا، از ته وجودم میگم آی مرد، من اربابم حسین، از ته وجودم میگم آی مرد، من سگ رو غیر